نروح لاهلي مدينه نصر وزميلنا العزيز فاروق صلاح. مساء الخير يا فاروق. كل الشكر ليك يا كابتن ايمن، وشكر موصول لضيوفك الكرام الكابتن علاء ميهوب، الكابتن ماهر همام، والكابتن عادل عبد الرحمن، والكابتن احمد بلال. من هنا من داخل فرع النادي الاهلي مدينه نصر هنكون موجودين معاكم طبعا على مدار اليوم لرصد انطباعات اعضاء النادي الاهلي ومتابعتهم للمباراه اللي بتجمع ما بين النادي الاهلي ونهضه بركان. طبعا الاهلي بيبحث عن السوبر السابع اللي غاب عن النادي الاهلي وعن دولاب بطولات النادي الاهلي لاكثر من 7 سنوات. خلينا اكلمك على استعدادات الاداره التنفيذيه، مش هقول في فرع مدينه نصر، لا، في كافه افرع النادي الاهلي دور كبير جدا بتقوم به الاداره التنفيذيه. كان ليا لقاء مع العميد احمد ايهاب النحاس مدير فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، اتكلم عن الاستعدادات اللي بتتم على قدم وساق. تم تخصيص 4 اماكن لمشاهده اللقاء، الشاشه العملاقه الموجوده في الحديقه الرئيسيه، وايضا منطقه الفوت كورت، وايضا الالعاب المنطقه الترفيهيه، وتم تخصيص مكان في المبنى الاجتماعي خاص بكبار السن، بيكون فيه مزيد من الهدوء ده لكبار السن وايضا العائلات. طبعا تطبيق كافه الاجراءات الاحترازيه من قبل الإدارة التنفيذية في النادي الأهلي، المتابعة بتستمر. عايز أقول لك إن الأعضاء بتتوافد منذ الساعات الأولى لهذا اليوم، الجميع بيلتف حول شاشة قناة النادي الأهلي، الجميع بيستمتع بآراء الاستوديو التحليلي للنادي الأهلي. عايز أنقل لك يا كابتن أيمن رسالة لحضرتك والكل، يعني طاقم التحكيم التحليلي الموجود معانا النهاردة، الجميع بيثني على محللي قناة النادي الأهلي، وبيثني على كابتن علاء ميهوب، الكابتن ماهر همام، الكابتن عادل عبد الرحمن، الكابتن أحمد بلال، على رؤيتهم الفنية للنادي الأهلي وكلمة الحق اللي بيقولوها سواء في حالة أداء النادي الأهلي بشكل جيد أو بشكل سيء. لكن إن شاء الله نتمنى كل التوفيق لفريق النادي الأهلي. دي كانت كل الكواليس، كل الأخبار. من جديد تعود ليك الكلمة يا كابتن أيمن ولضيوفك الكرام. فاروق صيطنا النهارده، نخليه شويه كمان ولا ايه رايك؟